هيكون معاكم دكتورة نورة. النهاردة هناخد الليفر سيجمنتيشن. احنا المفروض الليفر بنقسمه لتمانية سيبريت سيجمنت. تعالوا ما نشوف الكلام عامل ازاي. يلا نبدأ. بسم الله. من حيث الاناتومي احنا بنقسم الليفر لتو لوبس، رايت ولافت لوب، وده كده التقسيمه بتاعت الليفر اناتوميكال. رايت لوب وعندي لافت لوب وفي فاصل ما بينهم اللي هو اسمه فالسي فورم ليجمنت، هنشوفه دلوقتي. لكن من حيث الفسيولوجي انا بقسم كل لوبس منهم للسيجمنت، بحيث ان انا عندي 4 سيجمنت على اللفت سايد و4 سيجمنت على الرايت سايد، يبقى كده التوتال 8 سيجمنت فسيولوجيكال. فسيولوجيكال وده اكوردنج للديستريبيوشن بتاع الهيباتيك فين والفيزز اللي داخله الليفر، بتقسمه لي ل 8 سبر سيجمنت، بحيث لو اي سيجمنت منهم حصل فيها مشكله التهاب او لا قدر الله سرطان او عملنا ريسكشن اي سيجمنت، كل الاجزاء اللي متبقيه في الليفر بتشتغل اندبندنت على الاجزاء اللي احنا فقدناها. بالعكس ده مع العمليات الترانسبلانتيشن والريسكشن بيتم تعويض للجزء اللي احنا فقدناه ده او شلناه، لان قابليه الليفر على ريجنريشن بتبقى عاليه جدا. يبقى ده كده من حيث الفسيولوجيكال ديفيجن اوف ذا ليفر ل 8 سيبريت سيجمنت، كل واحده منفصله بوظيفتها بشغلها بالفيزلز بتاعتها الفاسكريتشر بتاعتها. اما في الاناتومي لازم اكون شايفه حاجه مع عينيا، والاناتومي بيقسم الليفر لتو لوبس، رايت اند لافت لوب. تعالوا ما نشوف ازاي التقسيمه الاناتوميكال والتقسيمه الفسيولوجيكال. ده واحنا باصين على الليفر من قدام، انا عندي المفروض في لافت لوب وفي رايت لوب. خلاص اللافت لوب هي دي بتبقى صغيره كده ومسحوبه، والعريضه دي الرايت لوب. الفاصل ما بينهم حاجه اسمها فالسي فورم لاجمنت. اللاجمنت بيكستند من فرونت ومن فوق كمان، بيقسم الليفر للرايت ولافت لوب. بيروح الفالسي فورم لاجمنت اكستند ويمسك في الانتيرو ابدومينال وول ويمسك في الديافرام، وطالع منه ليجمنت اسمه الليجمنتم تيرز او راوند ليجمنت، بيروح يمسك في الامبليكس فروم انسايد. الواضح في الرسمه كمان الليفر، والليفر ده مميز او موجوده سوري الواضح في الرسمه هنا الجول بلادر، والجول بلادر موجود على الانفيرو سيرفيس بتاع الليفر، بحيث ان احنا اول لما نبص على الجول بلادر بنعرف ان ده الانفيرو سيرفيس بتاع الليفر. ده كده التقسيم الاناتوميكال والتو لوب سواء الرايت واللافت لوب والفالسي فورم ليجمنت كفاصل ما بينهم. الوضع دلوقتي اللي احنا قلبنا الليفر وبصينا عليه، احنا شايفين عندنا تو سيرفيس، الانفيرو سيرفيس وعلامته الجول بلادر. اي حاجه ماشيه مع مستوى الجول بلادر ده كده الانفيرو سيرفيس بتاع الليفر. شايفين كمان الانفيرو فينكافا، الانفيرو فينكافا ده موجود على البوستيرو سيرفيس او العالباك بتاع الليفر. ده كده واحنا قلبين الليفر. في فاصل برضو ما بين الرايت واللافت لوب. اول حاجه على مستوى الانفيرو فينكافا يعني على البوستيرو سيرفيس، في حاجه اسمها ليجامنتم اللي هو ده ليجامنتم فينوزم، والليجامنتم فينوزم ده يعتبر الفاصل ما بين اللافت لوب والرايت لوب على البوستيرو سيرفيس. على مستوى الانفيرو سيرفيس في برضو فاصل اسمه ليجامنتم تيرز، وده هيفصل لي برضو اللافت لوب والرايت لوب على الانفيرو سيرفيس. يبقى احنا كده بنقدر اناتوميكال نقسم الليفر بالمنظر ده كده لتو لوبس، رايت لوب هي الجزء الكبير ولافت لوب هو الجزء الصغير، واحنا قلبين الليفر وباصين عليه فروم ذا باك وقلبينه كده عشان نشوف الجول بلادر ونشوف الانفيرو سيرفيس. نبقى بس واخدين بالنا ان في تو سيجمنت كمان موجودين في الليفر، والتو سيجمنت دول مهمين جدا، واحده على البوستيرو سيرفيس الريليشن للانفيرو فينكافا. السيجمنت دي او القطعه دي او اللوبس دي اسمها كوديت لوب، والكوديت لوب لان ليها اكستنشن شبه الديل كده فبيسموها كوديت. دي موجوده قريبه من انفيرو فينكافا يعني ريليتد للبوستيرو سيرفيس. الثانيه اسمها كوادريت، كوادريت يعني رباعيه لانها رباعيه الشكل ليها 4 اضلاع، ودي ماشيه مع الجول بلادر يبقى موجوده على الجول بلادر، يبقى معنى كده اللي هي موجوده على الانفيرو سيرفيس بتاع الليفر. طبعا بالتقسيمه الاناتوميكال اللي هي حدودها الليجامنتم فينوزم والليجامنتم تيرس، انا عندي كده كوديت وكوادريت تبع الرايت لوب. تعالوا بقى اما نشوف التقسيمه الفسيولوجيكال نظامها عامل ازاي. اكوردنج للفسيولوجي لا، احنا الخط اللي احنا هعمله بالاسود دلوقتي اللي اسمه الفالسي فورم ليجامنت وبيكمل من ورا مع الليجامنتم فينوزم وتيرز، لا ده كده التقسيم الاناتوميكال، واكوردنج لي دي الليفت لوب الصغيره ودي الرايت لوب الكبيره. تقسيمها الفسيولوجيكال هعملها باللون الازرق. بصوا بقى، لا الخط اللي بيقسم فسيولوجي الليفل للرايت وليفت لوب هو الخط اللي من الانفيرو فينكافا للجول بلادر بالمنظر ده، معنى ان انا عندي هيبقى ده الجزء الخاص بالرايت لوب والجزء ده كله الخاص باللفت لوب.
لوب. واكوردنج للتقسيمه الفسيولوجيكال اللي احنا اتفقنا عليها، ده كده الرايت لوب وده كده اللافت لوب. بنرجع على الرايت لوب ونقسمها لقطعتين انتيرور وبوستيرور، وكل واحده منهم بنرجع نقسمها الانتيرور لسوبيرو انفيرو، والبوستيرور بنقسمها لسوبيرو انفيرو، بحيث ان انا عندي الرايت لوب بعد ما كانت واحده بقت تديني 8 سيبريت سوري 4 سيبريت سيجمنت، بعد ما كانت واحده قطعه واحده الرايت لوب اهي ادتني 4 سيبريت سيجمنت. بعد كده بالنسبه للليفت لوب، الليفت لوب باخدها وبقسمها لجزئين ميديال ولاترال، وبعد ما كانوا ميديال ولاترال بعد كده باجي على كل جزء منهم، اللاترال بقسمه لسوبير وانفيرو والميديال بقسمه لسوبير وانفيرو. فالملخص كان عندي ليفت لوب فص واحد تمام شمال بقى عندي 4 سيبريت سيجمنت، يبقى كده التوتال 4 و4 يديني 8 سيجمنت في الليفر. وزي ما انتم شايفين الهيباتيك فين وانقسم لرايت برانش ولافت برانش، في ميدل برانش ما بينهم، وده اكونجلي قسمنا الليفر بعد كده ل 8 سيجمنت بعد ما كانوا 2 لوبس زي ما انتم شايفين. ده كده الانفيرو فينا كافا اللي موجود في النص، خلاص هو ده الانفيرو فينا كافا، وده التو هيباتيك فين، ده الرايت برانش بتاع الهيباتيك فين وده اللافت برانش بتاع الهيباتيك فين، واكوردنجلي قسمنا الليفر. تعالوا ما نشوف على مستوى، نكبر بس كده الرسمه ونشوف على مستوى الليفت سايد ازاي الليفت هيباتيك فين معايا 4 سيجمنت. السيجمنت ليها ارقام باللاتيني، دي عندي السيجمنت رقم 1 خلاص، بعدها السيجمنت رقم 2 و3 و4، واحنا ماشيين من 1 ل 2 ل 3 ل 4 ماشيين مع قارب الساعه كلوك وايز. تعال ليفت سايد، تعالوا ما نشوف بقى على الرايت سايد الوضع عامل ازاي. ده كده على الرايت سايد عندي برضو 4 سيجمنت، بنبدا طبعا برقم 5 خلاص، وبعد كده 6 وبعد كده 7 و8 برضو ماشيين مع قارب الساعه، وده كده على الرايت سايد اللي رايح لهم برانشات من الرايت هيباتيك فين. ده كده التقسيمه السيرجيكال او السيجمنت 8 سيجمنت اوف ذا ليفر. وهنا بيوضح ازاي التقسيمه الفسيولوجيكال بتعتمد على الخط اللي بيوصل من الانفيرو فينا كافا للجول بلادر، وليس الخط الاناتوميكال اللي اسمه فالسي فورم ليجمنت، بحيث ان ده كده هيبقى الجزء الخاص بالرايت وده كده الجزء الخاص باللفت، ده اللي هيجيله برانش من الرايت هيباتيك وده كده الخاص باللفت هيباتيك فين خلاص. وده كده لما قلبنا الليفر الانفيرو فينا كافا والجول بلادر، وده كده الرايت واللفت. طيب بعد كده بيقول لك ان هنا السيجمنت واحنا بنعدها وبنرقمها ماشيين مع قارب الساعة كلوك وايز، اول سيجمنت موجودة اهي اللي هي سيجمنت رقم 1 2 3 4 وندخل 5 6 7 8، يبقى احنا كده بدأنا ومشينا مع قارب الساعة بالمنظر ده. الحاجة التانية المهمة تخيل مكان الكوديت والكوادريت والكلام ده مهم جدا. طبعا المفروض التقسيمة الاناتوميكال اللي هي موجودة على الباك واحنا قلبين الليفر اللي هي الليجامنتم فينوزم والليجامنتم تيرس، كده بالنسبة لي الكوديت والكوادريت الرباعية تبع الرايت سايد. لكن التقسيمة الفسيولوجيكال، تعالوا نشوف التقسيمة الفسيولوجيكال نعملها بخط بلون مختلف اللون البينك خلاص. التقسيمة الفسيولوجيكال بتبقى ماشية مع الخط ده اللي هو من الجول بلادر والانفيرو فينا كافا، وكده بالنسبة لي هيبقى الكوديت والكوادريت تبع اللفت لوب او اللفت سايد، ومهم جدا لان في كده اختلاف ما بين وضع الكوديت والكوادريت سواء لفت او رايت على حسب احنا اناتوميكال ولا فيسيولوجيكال. طيب احنا محتاجين نعرف الارقام برضو لان الارقام مهمة. اول حاجة بالنسبة لنا الكوديت، الكوديت لوب كده تعتبر السيجمنت رقم 1 خلاص، وبعد كده بنمشي قلنا بعد الكوديت هنمشي على 3 سيجمنت رقم 2 و3، وبعد كده الكوادريت الرباعيه لانها رباعيه فهي هنفتكرها بقى كده هي دي سيجمنت رقم 4، وده كده خاص باللفت هيمي ليفر الجزء الشمال من الليفر اللي هو جاي له برانشات من اللفت هيباتيك. اما بالنسبه للرايت سايد، انا عندي الرايت سايد السيجمنت بقى هتبقى رقم 5 و6 و7، 8 بنشوفها واحنا باصين من قدام. تعالوا ما نشوف السيجمنت رقم 8، احنا كده بدأنا نبص من قدام واضحة جدا معانا السيجمنت رقم 8 اهي خاصة بالرايت هيمي ليفر او الجزء اليمين من الليفر بالمنظر ده، 5 و6 و7 و8 وماشيين مع قارب الساعة. اما على الليفت سايد قلنا السيجمنت رقم 2 و3 و4 خلاص، وفي السيجمنت طبعا الاولانية اللي هي الكوديت لازم عشان نشوفها نبقى قلبين الليفر، وده كده السيجمنت بتاعت الليفر ازاي متقسمين باللاتيني وازاي بقسم الليفر رايت ولفت هيمي ليفر او رايت ولفت هاف اكورد للهيباتيك فين والفيزلز اللي داخله الليفر. الحاجه الثانيه المهمه ان التقسيمه الاناتوميكال مختلفه عن الفسيولوجيكال، ووضع الكوديت والكوادريت بيبقى تبع الرايت لوب في الاناتومي تبع الليفت لوب في الفسيولوجي، مهم جدا الكلام ده يا شباب.
وهنا بيأكد على الكلام اللي احنا قلناه، انا عندي اللوبس على حسب الفسيولوجيكال او السيرجيكال سيجمنت، انا عندي في ليفت ورايت هاف، هيمي ليفر يعني هاف، الليفت اللي موجود على السايد شوفوا الكوديت والكوادريت تبع الليفت، خلاص مش الرايت زي الاناتومي، ده الاولانيه الكوادريت الرباعيه هتبقى الرابعه، وعندي 2 و3 خلاص، وبعد كده من 5 ل8 هيبقى على الرايت هيمي ليفر بالمنظر ده. احنا قلنا التقسيم الاساسيه بتبقى في الليفت، بنقسمها لميديال ولاترال، خلاص الميديال هتبقى واخده الكودات من فوق والكوادريت من تحت، خلاص 1 و4، وبعد كده اللاترال هيبقى سوبير وانفيرور هيبقى 2 و3. اما بالنسبه للرايت هاف قلنا بنقسمها لحته جزئين انتيرور وبوستيرور، وراه كده جزء اللي هو بوستيرور سيجمنت، كل واحده بقسمها سوبير وانفيرور بالمنظر ده، وارجع اقسمهم لاربعه بحيث ان احنا نمشي من ارقام من 5 ل8 بالمنظر ده كده مع عقارب الساعه، وده كده السيرجيكال سيجمنت، الثمانيه سيجمنت اوف ذا ليفر، بالتوفيق ان شاء الله.